البرلمان التوغولي يعلق أعمال دورته الاستثنائية بعد افتتاحها إثر نقاشات بين نواب من المعارضة ونواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد خلال جلسة الافتتاح. وكان رئيس القطب المعارض في البرلمان التوغولي جان بيير فابر قد انتقد عقد دورة برلمانية استثنائية حول الميزانية في ظل وجود أزمة سياسية بالبلاد، وهو ما انتقده رئيس الفريق البرلماني على الأغلبية، وقال إن جدول أعمال الدورة ينبغي أن يتم احترامه. فوقعت مشادات بين الطرفين الموالي والمعارض، وهو ما استدعى تعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء. خارج البرلمان كان الحضور الأمني مكثفا منذ الساعات الأولى لصبيحة الثلاثاء، خصوصا في منطقة قصر المؤتمرات حيث يوجد مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة لومي، وهو ما منع المعارضة من تنظيم احتجاجات كانت قد دعت لها أمام الجمعية الوطنية. وتتصاعد وترة الجدل السياسي في توغو منذ أسابيع، حيث نظمت المعارضة عددا من المسيرات والاحتجاجات المطالبة بتحديد مأموريات رئيس الجمهورية وإتاحة التناوب على السلطة. وكانت الأمم المتحدة قد دعت على لسان الممثل الخاص لأمينها العام في منطقة الساحل محمد بن شامباز إلى إدماج مسودة التعديل الدستوري التي تعهدت الحكومة بإصدارها ضمن جدول أعمال البرلمان وتمديد مدة دورته الاستثنائية، وهو ما اعترض عليه بعض نواب الأغلبية واعتبروا أن جدول أعمال الدورة محدد سلفا ولا ينبغي تغييره. ولا يستبعد البعض أن تتطور الاحتجاجات في توغو إلى عصيان مدني، يخشى البعض أن يعصف برئيس البلاد قبل انتهاء مأموريته الثالثة.